السلام عليكم. هناخد النهاردة ان شاء الله Advanced Organic Chemistry، وهنبدأ بجزء معين في Advanced Organic Chemistry هو الستيريو كيمستري. وكلمة ستيريو يعني 3 Dimension، عشان كده احنا احيانا بنسمي الستيريو كيمستري انها 3 دي كيمستري. وفيها احنا بندرس السبيشال ارنجمنت بتاع الاتومز في المولكيولز بتاعتنا. فلو عندنا زي المركب اللي قدامنا كده، ادي كربون اتوم متصلة بفور ديفرنت جروبس، تمام؟ فالتوزيع الفراغي او الشكل الفراغي للفور ديفرنت جروبس دي حوالين الكربون اتوم لما بيختلف بينتج عندنا مركب مختلف. فدراسة الشكل الفراغي للمركبات شيء مهم، لان الاختلاف في الشكل الفراغي بينتج عنه اختلاف في خواص المركب. فالمركب اللي قدامنا ده اللي على اليسار، هتلاحظوا ان احنا حاطين ستار فوق الكربون عشان نبين ان دي كايرال كربون، وبعد شوية ان شاء الله هنشرح يعني ايه كايرال كربون. وبعدين رسمنا خط، الخط ده ميرور ايمج، يعني كأننا بنقول ان في هنا مراية، وهنجيب صورة المركب ده في المراية. فلما يكون في مراية، فاكيد ان احنا لما نرسم صورة المركب هتبقى ادي الكربون اتوم، والهيدروجين اللي احنا رسمينها behind the plane بداشت لاين هتبقى برضو هنا behind the plane، ادي صورتها قصادها على طول. والورا البرومين اللي احنا رسمينه ببولد لاين outside the plane هيبقى برضو هنا bold outside، وادي صورة مرايته، تمام. ال CH3 اللي على البلين ادي صورتها، وال CH2 CH3 على البلين هي كمان، وادي الصورة بتاعتها في المراية. ظاهريا يبان ان المركب ده هو نفس المركب ده، ما فيش اي اختلاف، نفس الكربون اتوم وحواليها الفور ديفرنت جروبس، لكن عمليا المركبين دول مختلفين عن بعض، لان الشكل الفراغي للمركب اللي على اليسار مختلف عن الشكل الفراغي للمركب اللي على اليمين. هنا ال H ناحية اليمين الى الداخل، وال BR ناحية اليمين الى الخارج، هنا العكس، تمام. فوجود تغير في الشكل الفراغي بينتج لنا مركب مختلف في الخواص، تمام. فالمركبين دول بالنسبة لبعض ميرور ايمج لبعض، وبنسميهم انانشمرز، وبعد شوية ان شاء الله هنعرف خواص الانانشمرز. تقدروا تتخيلوا المركبين دول زي بالظبط اليد اليمنى واليد اليسرى، وان كانت متشابهين في الشكل لكن اكيد مختلفين في الفانكشن بتاعتهم، تمام. لو جينا كمان جبنا جلوفز، اكيد ان الرايت هاند مش هتركب على الليفت هاند بتاعت الجلافز والعكس، صحيح، تمام. فلما نتخيل ان عندنا دراج ومحتاج ريسبتور، زي ما نتخيل ان عندنا هاند ومحتاجة الجلافز اللي فيت عليها. طيب احنا قلنا ان الستار الموجودة على الكربون هنا دي معناها ان المركب ده كايرال، او الكربونة دي كايرال. يعني ايه كايرال؟ كايراليتي يعني ان الموليكول بتاعتنا او الايون بتاعنا cannot be superposed on its mirror image. يعني ايه cannot be superposed on its mirror image؟ يعني لما نعمل mirror image للمركب بتاعنا زي الحالة اللي كانت قدامنا، نحط الاتنين فوق بعض ما بينطبقوش على بعض. يعني تخيلوا ان احنا خدنا المركب ده وحطناه فوق المركب اللي على الشمال، هنلاحظ ان الكربونتين صحيح هيبقوا فوق بعض، ال CH3 هيبقوا فوق بعض، لكن ال H وال BR هيجوا على اليسار، ال C2H5 هتيجي على اليمين، تمام. فالمركب وصورة مرايته لا ينطبقان على بعض، ففي الحالة دي بنسميه كايرال كومباوند، تمام. هنا رسم توضيحي بيوضح أهمية ال 3D chemistry أو الستيريو كيمستري، أو أهمية إن احنا نفهم الكايرال موليكيول. إن لو عندنا هنا ريسبتور، تمام، والمفروض إن احنا المركب بتاعنا فيت انسايد الريسبتور ده في اماكن معينه، تمام. فلو انعكس الشكل الفراغي للمركب بتاعنا حتى لو كانت نفس الاتومز لكن انعكس الاتجاه الفراغي بتاعها، فمش هيحصل فيتنج للمركب بتاعنا داخل الريسبتور، تمام. فالبندنج سايد بتاعت الريسبتور تقدر تستقبل المركب له صفات معينه، لكن لو اتغير الشكل الفراغي بتاعه او جه الميرور ايمج بتاعه ممكن ما تقدرش اصلا تستقبله، تمام. هنا هناخد مثال عملي في مركب اسمه R ايبينفرين، تمام.
طبعا هنفهم بعد شوية ايه الار وايه الماينس المكتوبة بين قوسين. المركب ده لما نيجي نشوف الانزيم اكتيف سايت، فبنلاحظ ان الشكل الفراغي له بيدخل تماما بشكل مناسب داخل الانزيم اكتيف سايت، تمام، فيقدر ان هو يؤدي الوظيفة الخاصة بيه. اما لو خدنا المركب اس بلس ابينفرين، فبنلاحظ ان علشان المركب ده الشكل الفراغي بتاعه مقلوب، فما بيقدرش ان هو يدخل بشكل صحيح داخل انزيم اكتيف سايت، وبالتالي ما بيقدرش يقوم بنفس الفانكشن اللي بيقوم بيها المركب ار ابينفرين، تمام. طيب ايه هو الابينفرين اصلا؟ هو الادرينالين اللي كلكم عارفينه، وهو طبعا هرمون ينتجه الغدد الكظرية، تمام، وايضا بيستخدم كدواء وله وظائف مهمة زي تخفيف الضائقة التنفسية الناتجة عن تشنج القصيبات، وهو دواء أساسي بيتم إعطائه في أثناء الإنعاش القلبي الرئوي لعكس السكتة القلبية، فالأدرينالين له أهمية كبيرة. نرجع بقى نتكلم عن المركب الأدرينالين، إيه معنى الـ R ومعنى الـ S، وأيضا إيه هي النيجاتيف وإيه هي البوستيف. عشان نعرف ازاي بنحدد الار والاس في المركب الكبير بتاعنا اللي هو الادرينالين، فاحنا هناخد الاول تعيين الار والاس، الرولز اللي بنعين بيها الار والاس على مركب صغير، وبعدين نطبقها على المركب الكبير عشان تبقى الامور واضحة بالنسبة لكم. لو خدنا المركب ده، ادي 4 كاربونز وادي هيدروجين behind the plane، وهنا هنحط OH outside the plane، تمام. فعندنا حاجة اسمها كان انجولد رولز بنحدد بيها ال R وال S. بنشوف الكربون اتوم، الكايرة الكربون اتوم اللي هي عليها 4 different groups اللي عندنا، تمام، وبنحدد مين هي ال 4 different groups دي، تمام، وبعدين بنبتدي نرتب ال 4 different groups from the low highest atomic number لحد اللي low lowest atomic number، تمام. فعندنا هنا ايه هما ال 4 different groups؟ ادي الهيدروجين وال OH، هنا CH3، هنا CH2 مرتبطة ب CH3، تمام. لما نيجي نقارن الجروبس بنقارنهم ذرة ذرة علشان ما يحصلش لخبطة اثناء تحديد ال R وال S، تمام. طبعا البريوريتي بتاعت الاتومز حوالين الكايرة الكربون، ال I الهالوجينز تسبق ال PR في الترتيب، تسبق ال CL، تسبق ال S، تسبق ال F، تسبق ال O، بعد ال O بتيجي ال N، بعدين الكربون 13 لو موجودة في المركب، بعدها الكربون 12، بعدها الهيدروجين 2، بعدها الهيدروجين 1، تمام. فدي البريوريتي بتاعتنا، تمام. فاحنا عندنا هنا الكربون متصلة بهيدروجينة وأكسجينة وكربونة وكربونة كمان، مين اول واحدة؟ اكيد الاكسجينة، تمام، يبقى دي هتاخد رقم واحد. طب هنا عندي كربونة وكربونة، مين اللي هتسبق التانية؟ هنا الكربونة متصلة بتلاتة اتشز، تمام، طالما اتساوت اول ذرتين نبدأ نقارن بالذرات اللي بعد كده. هنا الكربونة متصلة باتنين اتش، واحدة كربون، تمام، يبقى اكيد الكربونة اللي متصلة بكربونة هتكون ليها للجزء ده اتوميك ويت اعلى من الكربونة المتصلة بثلاث هيدروجين، تمام. يبقى اذا الكربونة دي رقم 2، الكربونة دي هتكون رقم 3، والهيدروجين رقم 4. يبقى احنا كده رتبنا الاتومز حوالين الكايرة الكربون بتاعتنا، تمام. تاني حاجة في القواعد ان الهيدروجين او الجروب اللي ليها lowest atomic weight لازم تبقى behind the plane، فاحنا already عندنا المركب مرسوم من الهيدروجين behind the plane، تمام. نبتدي نعد بقى، واحد اتنين تلاتة، ادي الجروب الاولى وادي الجروب التانية وادي الجروب التالتة. اذا كان مسار الجروبس من واحد لاتنين لتلاتة anti clockwise فبنديها الرمز S، تمام. يبقى S بتعبر عن ان ترتيب الجروبس حوالين الكايرة الكربون anti clockwise. لكن شوفوا لو كان حوالين الكايرال كاربونز دي ترتيب الجروبس نفس الفور ديفرنت جروبس ترتيبهم مختلف،
كان هيطلع الكونفيجريشن بتاعها مختلف. فإذا رسمنا ادي الكايرال الكربون بتاعتنا نفس الكايرال الكربون، وما زال ال CH3 على البلين وال C2H5 على البلين، ال OH بس هي اللي بقت behind the plane وال H بقت outside the plane. تمام، لما نرتب ال group from highest atomic number to the lowest atomic number فأيضا هتكون ال OH هي رقم واحد وال C2H5 رقم اتنين، ال CH3 رقم تلاتة، والهيدروجين رقم أربعة. تمام، هنا الرول التانية، هل ال lowest atomic number الجروب اللي ليها ال lowest atomic number behind the plane، هل الهيدروجين behind the plane؟ الإجابة لأ. طالما الجروب اللي ليها ال lowest atomic number مش موجودة behind the plane يبقى لما نقرأ القراءة نعكسها. فاحنا هنا لما نقرأ هنروح من واحد لاتنين لتلاتة، هنلاحظ ان احنا بنلف برضو anti clockwise. تمام، فاحنا لما نيجي نقرأ هنا هنروح من واحد لاتنين لتلاتة، صح؟ فهنلاحظ ان هي anti clockwise، فما نكتبش انها اس. ليه؟ علشان الجروب اللي هي ليها اقل atomic number اللي هي الهيدروجين مش behind the plane، فهنعكس الاس ونخليها ار. تمام، وبعد كده هناخد الرولز اللي بتوضح لنا ليه احنا بنعكس وان العكس ده هو الصحيح. تمام، فهنا في كمان ملحوظتين مهمين، ان اولا لو كان المركب ما فيهوش هيدروجين خالص فبنعامل الجروب اللي ليها lowest atomic number نفس المعامله، لازم نحطها behind the plane. كمان لو كان الجروب اللي ليها lowest atomic number على البلين، يعني موجوده على البلين، برضو نعكس القراءه، يبقى سواء الجروب كانت بره او على البلين، طالما هي lowest group نعكس القراءة بعد ما نقرأها. تمام، الملحوظة الثانية ان المركب اللي عندنا او الكايرال كاربون اللي عندنا مجرد ما غيرنا ترتيب مجموعتين عليها، بدل ما كانت ال H جوه وال OH بره، خلينا ال OH هي اللي جوه وال H بره، اعطانا الانانشيمر بتاع المركب بتاعنا. هنا المركب بتاعنا كان S، فالانانشيمر بتاعه او الميرور ايمج بتاعته لازم تكون R. تمام، فالمركب ده هو ميرور ايمج للمركب ده. تمام، طبعا انتوا ممكن تبصوا عليه من اول مرة تحسوا ان هو مش ميرور ايمج له، لكن بعد شوية ان شاء الله هناخد ازاي ان ده هو فعلا ميرور ايمج للاخر، ان كل اس هي ميرور ايمج للار. نرجع بقى للمركب بتاعنا اللي هو الابينفرين او الادرينالين، ونشوف ليه هو كتب قبليه ار. ادي المركب بتاعنا، فين الكربونه اللي نقدر نحط عليها ستار او الكربونه الكايرال المتصله بفور ديفرنت جروبس؟ هي الكربونه دي. تمام، طبعا اي كربونه متصله بدبل بوند دي مش كايرال. تمام، فاحنا عندنا الكربونه دي متصله بفور ديفرنت جروبس. تمام، عايزين نرقم الفور ديفرنت جروبس دي من اللي ليها هايست اتوميك نمبر نديها رقم واحد لحد اللي ليها lowest atomic number نديها رقم أربعة. تمام، فهنا عندنا أكسجينة وهيدروجينة، كربونة وكربونة، مين هتاخد رقم واحد؟ أكيد الأكسجينة. طيب عندنا كربونة هنا وكربونة هنا، نبتدي نقارن بالذرات اللي بعدها طالما الكربونتين زي بعض. هنا الكربونة دي متصلة بكربونتين، وهنا الكربونة دي متصلة باتنين هيدروجين ونيتروجين. تمام، مين هيكون له البريورتي الاعلى؟ اكيد ان النيتروجين احنا لسه واخدينها بتسبق الكربون في البريورتي. تمام، ادي النيتروجين بتسبق الكربون. تمام، يبقى هنا عندنا في المركب بتاعنا الكربونه دي اتصلت بنيتروجينه، دي اتصلت بكربونتين، صح؟ يبقى النيتروجين هتاخد بريورتي اعلى، يبقى الكربونه دي تاخد رقم 2 عشان متصله بالنيتروجين، الكربونه دي المتصله بكربونتين تاخد رقم 3، الهيدروجينة دي رقم أربعة. نبتدي نشوف الدوران بتاعنا، هل هو clockwise ولا anti clockwise؟ أدي من واحد لاتنين لتلاتة، الدوران بتاعنا هيبقى كده، صح؟ anti clockwise، يبقى المفروض إن هو يكون S، لكن لازم ناخد بالنا من الرول التانية، هل ال lowest group behind the plane؟ لأ، ده الهيدروجين هنا outside the plane، يبقى نعكس القراءة، يبقى على طول ده R. تمام؟ يبقى عرفنا R دي جت منين؟ طبقنا الرولز وعرفنا إنها R. النيجاتيف والبوستيف دي تدوير المركب للبلين بولارايز لايت، هل هو يمين ولا شمال؟ ودي ملهاش علاقة بالار والاس، دي بتطلع من الجهاز،
من البوليريميتر اللي احنا هناخده بعد شوية ان شاء الله. يبقى فهمنا ده ازاي؟ طالما عرفنا ان ده R فاكيد الانانشومر بتاعه هيكون S. لكن تعالوا نعملها برضو، ادي الجروب رقم واحد وادي الجروب رقم اتنين، ادي رقم تلاتة وادي رقم اربعة، ونعمل دوران من واحد لاتنين لتلاتة. يبقى المفروض الدوران يمين clockwise يعني R، لكن الهيدروجين موجودة او تسايتزابلين، يبقى نعكس القراءة يبقى ده S، يبقى فعلا المركب بتاعنا زي ما هو مكتوب هو S. يبقى ال R وال S المركبين دول enantiomers لبعض، وهما mirror image لبعض. قبل ما ننقل على الجزء اللي بعده، حابة ان انتوا تشوفوا فايدة اللي انتوا اتعلمتوه حالا في الامتحان. ممكن تلاقي سؤال في الامتحان زي المكتوب قدامك ده، draw dash wedge structure of the following compounds. هنحل المركبات كلها ان شاء الله المرة الجاية، بس هنبدأ بالمركب ده. تمام، المركب بيقول S1 برومو 1 كلورو بروبين، فبيقول لك ارسم الداش ويدجت اللي هي المركب اللي عليه داش لاين ويدج لاين اللي هو خط مقطع وخط بولد لاين. تمام، ويدج بنسميه ويدج للمركبات الآتية. والمركب ده بيقول ان هو S1 برومو 1 كلورو بروبين. ادي البروبين 3 كربونز. تمام، وعلى الكربون الاولى موجود برومو وموجود كلورو واكيد طبعا في هيدروجين. تمام، لما يقول ان هو المركب ده S، فدي الكربونة الكيرال اللي عليها 4 different groups اللي هتحدد لنا الاس والار بتاعت المركب. فلما نيجي نبص للفور جروبس دي عشان تطلع الجروبس دي S، لازم يكون الجروبس دي مترتبة ازاي؟ نشوف البريوريتي بتاعت الجروبس. ادي البي ار المفروض انها تكون رقم واحد. دايما ما ننساش البريوريتي سيكونس اللي احنا لسه قايلين عليها، الهالوجينز الاول بالترتيب اللي قلناه، الاي وبعدين بي ار بعدين السي ال بعدين الاس بعدين الاف وبعدين الاو ان وبعدين الكربون وبعدين الهيدروجين. تمام، فاحنا عندنا هنا بي ار وسي ال وكربون وهيدروجين، فالبي ار هتاخد رقم واحد، الكلور هتاخد رقم اتنين، الكربونة هتاخد رقم تلاتة، والهيدروجين هتاخد رقم اربعة. لو مشينا من الجروب الاولى اللي ليها هايست اتوميك ويت لحد التالتة، ادي واحد اتنين تلاتة، فالمفروض ان الدوران بتاعنا انتي كلوكوايز، يعني المفروض ان احنا نقراها اس. عشان تكون اس لازم اللوست جروب تكون بيهايند ذا بلين، يبقى احنا لازم نرسم الخط ده داشد، الهيدروجين دي تبقى داشد. تمام، والبرومين دي هتكون ويدج. يبقى احنا كده رسمنا المركب بتاعنا داش ويدج ستراكشر. تمام، افرض وانت بتحل الامتحان رسمت البرومين ورحت حاطط الكلور وبعدين البروم وبعدين الهيدروجين، هتعمل ايه؟ ادي الواحد اتنين تلاتة، لقيت ان انت عمال بتدور ار كلوكوايز صح؟ عشان تخلي ال R دي تبقى S زي ما هو مطلوب في السؤال، فاعكس مكان ال lowest، يبقى ال lowest group اللي هي الهيدروجين خليها لبره. فيبقى انت كده بتقرأ وبتعكس القراءة، فانت كده رسمته S زي ما هو مطلوب، وخلي البروم هي اللي داشت. تمام، يبقى فهمنا بنحل السؤال ازاي. المجموعة اللي فاضلة ان شاء الله هنحلها المرة الجاية. عايزاكم تشوفوا كمان سؤال امتحان بيجي على فهمك لل R وال S، او اللي بنسميه absolute configuration. ال R وال S، تعيين ال R وال S بتاعتنا في المركب بتتسمى absolute configuration. فانا بيقولك assign the absolute configuration in the molecule below، اعطيك molecule وهنا راسم داشت لاين وهنا داشت وهنا ويدج وهنا ويدج، وعايزك تحدد ال R وال S. طبعا المركب هنا فيه 2 chiral centers، الكربونة دي والكربونة دي، فنعين واحدة واحدة. تمام، هنبدأ بالكربونة اللي فوق عليها انهي different groups. ادي الكربونة متصلة بكربونة وبهيدروجين وبكربونة وبكربونة صح؟ قلنا نقارن اتوم اتوم مش بالجروب على بعضها. فهنا الكربون والكربون والكربون، ثلاثة كربونز، يبقى لازم نقارن بالذرة اللي بعدها اللي هي متصلة بيها. الكربونة اللي هنا
متصلة باتنين اكسجين، تمام. الكربونة اللي هنا متصلة بF واتنين هيدروجين، الكربونة اللي هنا متصلة باتنين كربون وهيدروجين، تمام. مين اللي له البريوريتي؟ اكيد ان الكربونة المتصلة بالF هتاخد رقم واحد، يبقى دي هتكون رقم واحد. بعدها الكربونة المتصلة بالاكسجين هتاخد رقم اتنين، بعدها الكربونة المتصلة بكربونتين هتاخد رقم ثلاثة. يبقى بالنسبة للكربونة الكايرة اللي عندنا هنا دي، ادي الجروب الاولى التانية التالتة ودي الرابعة الاخيرة، صح؟ نبتدي نشوف الاتجاه بتاعنا من اللي له الهايست اتوميك ويت لللوس، من واحد لحد ثلاثة، واحد اتنين ثلاثة، بندور ايه؟ كلوك وايز، يعني المفروض نقراها ار، بس ننتبه ان هنا الهيدروجين اللي ليها اللوست اتوميك نمبر اوتسايد ذا بلين، يبقى نعكس القراءة، يبقى دي S، تمام. طيب بالنسبة للكربونة اللي هنا، ادي الجروبس اللي هي متصلة بيها، كربونة وكربونة وكربونة وهيدروجين، تمام. الكربونة دي متصلة بكربونة، دي متصلة بهيدروجين، الكربونة اللي هنا متصلة بكربونة وكربونة، تمام. يبقى دي متصلة باتنين كربون وهيدروجين واحدة، دي متصلة بكربونة واحدة، دي متصلة بكل هيدروجين، يبقى دي ليها رقم واحد، دي ليها رقم اتنين، دي ليها رقم تلاتة، وطبعا الهيدروجين هي اخر واحدة. نبتدي نشوف هنتحرك من واحد لاتنين لتلاتة، فالمفروض ان احنا بنتحرك كلوك وايز يعني R، لكن احنا قلنا ان لما تكون الجروب اللي ليها lowest atomic number outside the plane او على البلين نعكس القراءة، يبقى الهيدروجين هنا على البلين، يبقى بدل ال R هنكتبها S، تمام. يبقى دي كمان S، يبقى احنا كده عيننا ال absolute configuration للمركب اللي قدامنا. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنوضح ليه المركبين اللي كنا قلنا عليهم دول هما mirror image لبعضهم، رغم ان شكلهم مش صورة مراية لبعض، ليه ال R وال S هما صورة مراية لبعض بالضرورة وهما enantiomers، تمام. وهنتكلم كمان عن ال optical activity ان شاء الله.